اخيرا خلاص تمت اقالة كابتن حسام البدري من تدريب منتخب مصر زي ما الكل كان عايز كده. كل المصريين كانوا عايزين خلاص ان يتقال شكرا لكابتن حسام البدري، اهلاوية وزملكاوية واللي بيشجعوا الفرق التانية كمان، كله كان خلاص جاب اخره كده من كابتن حسام البدري، رغم ان كابتن حسام البدري ما خسرش مع منتخب مصر ولا مباراة. اي نعم ما لعبش ماتشات كبيرة، ما لعبش منتخبات قوية في افريقيا، لكن كل الماتشات اللي لعبها يا اما كان بيتعادل يا اما كان بيفوز. والمشكلة مش مع كابتن حسام البدري، المشكلة مع الشعب المصري اللي دايما طموحاته عالية جدا كده، عايزين النتائج وعايزين الاداء وعايزين البطولات وعايزين كل حاجة كده. فدلوقتي انت في الفترة اصعب، خلاص اقلت حسام البدري وقلت له شكرا كده، وفي فترة تعيين مدرب جديد، عايزين مدرب يقدر يتعامل مع اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر. اللعيبة كويسة جدا، عندك كوكبة من النجوم، كوكبة محترمة فعلا تقدر تعمل بيهم حاجة كبيرة. عايزين نوصل لكأس العالم، عايزين كمان في بطولة افريقيا الجاية نرجع ان احنا ناخد بطولة افريقيا تاني، ونرجع امجاد منتخب مصر اللي كان موجود ايام كابتن حسن شحاته الله يمسيه بالخير. فهل يا ترى مين المدرب اللي هيكون انسب للمرحله الجايه؟ مستني رايكم تحت في الكومنتات، قول لي مين المدرب الافضل من وجهه نظرك اللي يمسك منتخب مصر للفتره الجايه، هل يكون مدرب محلي ولا يكون مدرب اجنبي؟ ولو مدرب محلي قول لي الاسم مين، ولو مدرب اجنبي قول لي برده الاسم مين. انا في الحلقه دي هتكلم عن اربع مدربين كده، اتنين مصريين واتنين اجانب، حلقه هتكون مهمه جدا، وهنتكلم عن السيره الذاتيه بتاعه كل واحد فيهم، ودرب فرق ايه، ودرب منتخبات ايه، وعمل ايه مع كل نادي ومع كل منتخب. وهسيب الاختيار ليكم تقولوا لي مين فيهم يكون الافضل لتدريب منتخب مصر. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل كده، انزل دلوقتي اخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، لو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب، شغل الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات اللي هعملها بعد كده. يلا بينا. كور العالية روكسون، خلاص باي باي كابتن حسام البدري كده من تدريب منتخب مصر، وباي باي بصات كابتن حسام البدري للعيبة وللحكام، البصات المرعبة اللي كانت بتعجب الجماهير قوي، ودي كانت اهم ميزة في كابتن حسام البدري قبل ما يسيب المنتخب. خلينا بقى نخش كده في الاسامي اللي متوقعين ان واحد منهم يمسك منتخب مصر الفترة الجاية. اربع اسامي هم اللي كانوا مطروحين، الاربع اسامي مين؟ اتنين مصريين واتنين اجانب. الاتنين المصريين اولهم طبعا العميد كابتن حسام حسن، وتاني واحد كابتن ايهاب جلال، اتنين مدربين مصريين محترمين جدا. بنختار بينهم يا ترى مين فيهم يكون الافضل لتدريب منتخب مصر. وفي اسمين برضو من الاجانب اتطرحوا كده قدامنا وقالوا انه ممكن واحد فيهم يمسك، اولهم السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي السابق، والتاني كان فينجادا البرتغالي مدرب الزمالك السابق. هنتكلم عن كل واحد فيهم كده، وهنقول كل واحد فيهم تاريخه وعامل ازاي مع كره القدم في التدريب، وهنسيب الاختيار ليكم زي ما قلنا. هنبدا كده باول واحد بكابتن حسام حسن عميد الكره المصريه. كابتن حسام حسن دلوقتي كده هو اكتر اسم بيتردد على السوشيال ميديا، واكتر واحد الناس كلها عايزاه وبتنادي باسمه، بيقولوا ان هو لازم ياخد فرصه في الفتره الجايه. لكن لما تشوف كابتن حسام حسن عمل ايه في التدريب، بقاله 12 سنه كابتن حسام بيدرب فرق في الدوري المصري، 12 سنه تدريب، فتره كبيره جدا وفتره كويسه جدا. طبعا عنده صفات كتيره طبعا في شخصيته بيتمتع بيها، مهمه جدا تكون موجوده في مدرب منتخب مصر، اولهم طبعا القوه والحزم مع اللعيبه، لان شفنا في منتخب مصر في الماتش الاخير مثلا الحركه اللي عملها مصطفى محمد مع كابتن حسام البدري، حركه طبعا في منتهى السوء وحركه مرفوضه جدا طبعا، والمفروض كان يتعاقب عليها مصطفى محمد. ولازم يكون مدرب المنتخب مدرب حازم جدا مع اللعيبه كلها، ويقدر ان هو يسيطر على النجوم دي. فالموضوع ده موجود طبعا عند كابتن حسام حسن. كمان كابتن حسام حسن عنده شعبيه كبيره جماهيريه، لانه كان لاعب في النادي الاهلي، وكمان كان لاعب في نادي الزمالك ودرب نادي الزمالك، وجزء كبير من جماهير الاهلي ومن جماهير الزمالك بيحبوه. اي نعم في جزء في جماهير النادي الاهلي ما بيحبوش طبعا كابتن حسام حسن، وفي جزء كمان من جماهير الزمالك ما بيحبوش حسام حسن، لان مشاكله كتير كده في كل مكان بيروحه. لكن كابتن حسام حسن اكيد طبعا على مستوى مصر محبوب جدا وليه شعبيه كبيره، والجماهير كمان في الفتره الحاليه عايزه كابتن حسام حسن. دي اول حاجه. لكن لما تيجي تبص بقى على مسيرته التدريبيه عمل ايه، 12 سنه ما خدش فيهم ولا بطوله مع اي فريق من الفرق اللي دربها. طبعا رقم سلبي كبير جدا انك تكون بتدرب 12 سنه وما تاخدش ولا بطوله. لكن نشوف ايه الفرق اللي دربها كابتن حسام حسن وما خدش معاها البطولات ديت. من ضمن الفرق طبعا اللي دربها كابتن
كابتن حسام حسن درب الزمالك، درب الزمالك من 2009 ل 2011، سنتين كده مع نادي الزمالك. المفروض طبعا ان انت بتدرب نادي الزمالك نادي بطولات، كان على الاقل تاخد معاه بطوله واحده، ولا قدر ياخد معاه الدوري، ولا قدر ياخد معاه الكاس، ولا بطوله افريقيا، ولا السوبر، ولا اي بطوله مع نادي الزمالك، مع انه في موسم من المواسم كان فارق عن الاهلي بتسعة بونت الدور الاول، طبعا الموسم الشهير اللي جه فيه مانويل جوزيه للموسم الثاني، وقدر انه ياخد منه الدوري في الاخر، فما خدش بطولات مع نادي الزمالك. لكن الانجاز الوحيد اللي عمله كابتن حسام حسن وهو بيدرب انه لما كان ماسك المصري وصل بيهم في الكونفدراليه لنص النهائي، والمصري ما قدرش يوصل للمرحله دي مع اي حد غير مع كابتن حسام حسن. ده كده بالنسبه لحسام حسن تدريبيا، ما عملش بطولات، ما عملش انجازات كتيره مع اي فرقه، ملوش اي بطوله قدر ياخدها مع اي فريق. لكن كابتن حسام حسن بصمته بتكون واضحه مع اي فرقه، اي فرقه بيمسكها عنده جرينتا عاليه جدا، بيقدر يشحن اللعيبه بشكل قوي جدا ويخلي اللعيبه حرفيا كده تنزل تاكل النجيله. طيب نخش بقى كده على التاني واحد، كابتن ايهاب جلال. مشوار كبير جدا برضو في التدريب كابتن ايهاب جلال، درب فرق كتير جدا في الدوري المصري، مجموعه كبيره جدا كده من الفرق، لكن برضو نفس اللي موجود عند ايهاب جلال هو اللي موجود عند كابتن حسام حسن، الاثنين ما خدوش اي بطوله مع كل الفرق اللي دربوها. بدا كده كابتن ايهاب جلال كانت بدايته مع فريق الحمام من 2010 ل 2011، بعد كده نادي كفر الشيخ مسكه من 2012 ل 2014، بعد كده مسك تليفونات بني سويف، بعد كده من 2014 ل 2017 افضل فتره بالنسبه لايهاب جلال مسك فيها نادي مصر المقصه اللي عمل معاه اداء عالي جدا، ولمع اسم ايهاب جلال بقى من هنا، وعمل معاهم رقم قياسي قوي جدا لاول مره في تاريخ مصر المقصه يوصلوا لبطوله دوري ابطال افريقيا، كان مع كابتن ايهاب جلال، ودي افضل حاجه عملها في مسيرته التدريبيه. بعد كده مسك انبي شويه، بعد كده الزمالك شويه، وما خدش معاهم بطولات خالص برده، وبعد كده لما ساب الزمالك طلع على اهلي طرابلس الليبي وبرده ما خدش بطولات معاهم، ورجع من اهلي طرابلس مسك المصري شويه وبرده ما خدش بطولات معاهم، وبعد كده اخيرا مسك الاسماعيلي في الموسم ده، والاسماعيلي كان هيهبط للدرجه الثانيه، لكن هو اللي حس النتائج الاسماعيلي لما مسكوا الاسماعيلي في الدور الاول كان ضايع خالص طبعا، لما جابوا ايهاب جلال حس الدنيا معاهم شويه، وكان ليه الفضل الاول ان الاسماعيلي يفضل في الدوري الممتاز السنه دي، وشفنا امبارح كده ان كابتن ايهاب جلال قدم استقالته من تدريب الاسماعيلي، وده كده كان مؤشر بيقول للناس ان ايهاب جلال شكله هو اللي هيمسك المنتخب. فكده اتكلمنا عن كابتن حسام حسن وكابتن ايهاب جلال الاثنين، قول لنا مين افضل فيهم من وجهه نظرك انه يمسك المنتخب ده لو كان المدير الفني هيكون مدير فني مصري. طيب لو هنتكلم بقى عن المحترف والمدير الفني الاجنبي، فيه اثنين بيترددوا كده على السوشيال ميديا، اولهم ريني فايلر مدرب النادي الاهلي السابق، وتاني واحد فينجادا البرتغالي مدرب الزمالك السابق، وهنتكلم عن تفاصيل كل واحد فيهم. هنبدا مع السويسري ريني فايلر مدرب النادي الاهلي السابق. ريني فايلر طبعا قبل ما كان يجي النادي الاهلي ما كانش سي في قوي جدا كده ولا حاجه، وكنا طبعا متابعينه وشفنا جماهير النادي الاهلي وهي غاضبه من تولي ريني فايلر للنادي الاهلي، وقالوا مين ده، واحد مغمور ما عملش انجازات كتيره قبل النادي الاهلي، لكن كان عامل انجازات برده. لو شفنا ريني فايلر قبل الاهلي، سيبك من الكلام الفاضي اللي هو دربه، لكن خلينا نمسكه لما كان بيدرب اندرلخت البلجيكي، قدر انه ياخد معاهم بطولات. في 2016 خد معاهم الدوري البلجيكي، وفي 2017 خد معاهم السوبر، وقدر كمان انه يتوج بجائزه افضل مدرب ل 2017 في بلجيكا، وكمان وصل معاهم لنص النهائي في الدوري الاوروبي، وخرج على ايد مانشستر يونايتد اللي كان ماسكها مورينيو ساعتها. فانا شايف بصراحه انه قدر يعمل ارقام وقدر يعمل انجازات كويسه مع اندرلخت البلجيكي، لكن الاهم بقى من اندرلخت والاهم من اللي عمله فايلر قبل ما يجي النادي الاهلي، اللي عمله مع النادي الاهلي نفسه. فايلر لما مسك النادي الاهلي قدر يطور المنظومه بتاعه النادي الاهلي الهجوميه بشكل قوي جدا، وسرع الريتم، وكان في اداء هجومي شرس للنادي الاهلي، كنا حرفيا بناكل الفرق كده في الدوري المصري، وقدر ياخد معانا بطولتين، خد معانا الدوري وفرق في الدوري من بدري جدا وخلص الدوري بدري كده، وكان هجوم الاهلي هجوم مرعب فعلا تحت قياده فايلر، وفعلا الجماهير كانت متضايقه جدا لما فايلر رحل وساب النادي الاهلي، وقدر ياخد معانا كمان السوبر المصري من نادي الزمالك، وكسب الزمالك في السوبر وخد معانا بطولتين. ولما رحل عن النادي الاهلي كده الجماهير كانت زعلانه جدا، لان اداؤه مع الفريق فعلا كان رائع. وبعد ما ساب النادي الاهلي لحد دلوقتي فايلر ما مسكش اي فريق تاني، ولحد دلوقتي ما دربش فريق بعد النادي الاهلي. فهل يا ترى فايلر لو مسك منتخب مصر هيكون اختيار جيد بالنسبه للمنتخب، وفعلا هو عارف نوعيه كبيره جدا من نوعيه اللعيبه المصريين، ولعيبه كتير كمان من الاهلي اتدربوا معاه وعارف مستواهم، وهم كمان عارفين شغله عامل ازاي، فهل يا ترى فايلر يكون اختيار صائب ولا لا؟ اما الاختيار الرابع والاختيار الاخير بقى اللي متاح دلوقتي، فينجادا مدرب الزمالك السابق، مسك الزمالك لمده موسمين كده 2003 2004، وقدر ياخد مع الزمالك الدوري المصري، وخد معاهم كمان السوبر الافريقي بطولتين كانوا مهمين جدا مع نادي الزمالك، ومسيرته مع نادي الزمالك كانت مسيره ناجحه. لكن المشكله ان فينجادا لما كان ماسك الزمالك كان في 2003 2004
2004 يعني بتتكلم كده من 17 18 سنه من زمان جدا، ما يعرفش لعيبه الدوري المصري عاملين ازاي دلوقتي، ما يعرفش اي حد في اللعيبه، يعني هيجي كده لسه بيستكشف الموضوع ولسه بيشوف اللعيبه ويشوف مين اللي هيصلح انه يلعب، ولسه هيحاول ان هو ينقي اللعيبه كده ويكون اختياراته. فالموضوع هيبقى بيبدا من الاول كده واحده واحده، لكن الثلاث مدربين اللي قبليه دول عندهم خبره اكتر في الدوري المصري وعندهم خبره مع اللعيبه دي اكتر، فممكن يكون ليهم الافضليه. لكن طبعا فينجا ده سي في قوي جدا ومدرب كان مدرب كبير، درب فرق ودرب منتخبات كتير جدا وليه سجل عريض من التدريب كده. درب منتخب البرتغال سنه 93 94 منتخب البرتغال منتخب تقيل ما يمسكوش اي حد، درب كمان فريق بنفيكا البرتغالي سنه 97 98 وكمان درب المنتخب السعودي وقدر ياخد معاهم كاس امم اسيا، وكانت بطوله غاليه جدا وبطوله قويه جدا قدر يحققها مع منتخب السعوديه. وكمان في 2008 درب منتخب مصر الاولمبي ولكن فشل معاهم في الوصول للاولمبيات، وبعديها درب الوداد وبعد الوداد درب منتخب ماليزيا ودرب منتخب الاردن، وكلها كانت تجارب كده سريعه وتجارب فاشله ما قدرش يحقق معاهم اي نجاحات. واخر محطه تدريب بقى بالنسبه لفينجادا كان فريق كيلارا بلاسترز الهندي، اخر مره درب فيها كانت سنه 2019، يعني من 2019 كده فينجادا ما بيدربش اصلا، يعني الراجل ممكن يكون نسي التدريب كده خالص، يعني 2020 2021 بقاله سنتين ما بيدربش اي فريق، ما بيتعاملش مع لعيبه، ما بيدربش خالص. ودي بصراحه من وجهه نظري نقطه سلبيه قويه جدا انك يكون بقالك سنتين بعيد خالص عن التدريب. دول كده الاربع اختيارات اللي موجودين على الساحه حاليا واللي بتتردد اسمائهم كتير جدا، اتنين مصريين واتنين اجانب، ومستني رايكم تحت في الكومنتات، قول لي مين يكون الافضل لمنتخب مصر من وجهه نظر. انا شايف ان المدرب اللي عايزه يمسك منتخب مصر دلوقتي يكون مدرب محلي مش مدرب اجنبي ولا حاجه، المدرب الاجنبي افضل من المحلي، لكن انت حاليا موجود في نص الطريق كده فمحتاج مدرب مصري يكون حافظ اللعيبه دي وعارف كل النجوم اللي موجوده وعارف اللعيبه بتاعت الاهلي وبتاعت الزمالك وباقي الفرق وبيراميدز والمحترفين وكل حاجه كده ويجي يشتغل على طول. فالاختيار من وجهه نظر انا هيكون بين حسام حسن وبين ايهاب جلال، ومستني رايكم في الكومنتات، والاختيار ليكم انتم مش ليا انا، قولوا لنا رايكم في الكومنتات كده مين المدرب الافضل لمنتخب مصر في الفتره الجايه. وما تنساش تخبط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، لو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب شغل الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات اللي هعملها بعد كده. سلام.